أخبار اليوم. معالي السفير، حضرتك حريصة النهاردة إن حضرتك تنزلي تشاركي بصوتك في الانتخابات البرلمانية، تقولي إيه للناس اللي ما بتنزلش ومقاطعة الانتخابات؟ ما أفتكرش إن في ناس مقاطعة، لأنه قالوا لنا في المرحلة الأولى الشباب ما نزلش وكذا، لكن مش حقيقي. في شباب نزل، ما فيش حد مقاطع. يعني هو كان في المرحلة الأولى بالذات عدم معرفة ونظام جديد في الانتخاب، قائمة مغلقة وانتخابات فردية والدوائر اتغيرت، فعدم معرفة يقول لك هنزل أعمل إيه. يعني قرايبي، أصدقائي، جيراني، طب هنتخب مين؟ يعني بيسترشدوا، فممكن ناخدها من ناحية. إنما أنا بقول إن كل المصريين هينجحوا مصر بنزولهم النهاردة في المرحلة الثانية، والوريك يعني إن حتى المرحلة الأولى كان فيها نجاحات لا بأس بها. عندك 5 ستات نجحوا في الفردي، وستتين منهم نجحوا في الهابة، أي شعب. معناها إن الجمهور نفسه فكره اتغير، ثقافته اتغيرت، ففي حراك شعبي كويس أوي. فده مهم أوي، يعني إن إحنا ناخد الجوانب الإيجابية ونكررها، ما ناخدش السلبي ونبدأ نقول في إحجام في إحجام، لا مفيش إحجام. والنسب 26% زي أي برلمانات في العالم، بس نقارن. لكن ما رددش ورا بعض واحد يقول حاجة غلط ونكررها ورا بعض، ده مش حقيقي. لا في إحجام ولا في نسب فظيعة سيئة، وكل شيء هيطلع برلمان هاي، وفي يجي 65 شاب ناجحين في المرحلة الأولى. عاوزين إيه؟ الحديث عن البرلمان ده يعني بيه بعض الرموز اللي الناس معترض عليها، او سواء رموز قديمه او ما شابه ذلك. يعني حضرتك شايفه ان البرلمان ده هيكون برلمان فعال وكويس؟ انا اعتقد ان هو هيكون برلمان فعال، زي ما بقول لحضرتك، في شباب، في نساء لاول مره يطلع في برلمان مصري، 75 ست لغايه النهارده، لسه المرحله الثانيه كمان بنشوفها. فده معناه انه اكبر نسبه نساء في البرلمانات من 1900، كذلك الشباب. لما يبقى عندك 60 65 شاب من 25 ل 35، ده شيء كويس جدا. فكون ان في الشخص بعض الناس من الشخصيات القديمه او اللي احنا بنقول عليهم فلول او بتاع، يعني ما حتى لو كانوا جداد ممكن يكونوا مش كما يجب او كما كنا نتمنى. فلابد ان 600 واحد يطلع 10 15 مش على مزاجي، مش ضروري ان نوصل البرلمان كله ان هو سيء. لا، البرلمان ده هيكون كويس، فيه شباب كتير، فيه افكار جديده، وربما احنا مش عارفين قيمه اللي دخل. انا شخصيا شفت واحده من البابه اللي هي اسمها لا الدين، نشوى الدين، غايه في التفكير والتحليل السياسي، عظيمه جدا، وواخده بالها من العداله الاجتماعيه، وده يهمني جدا احنا كنساء نفسنا لصالح البلد. فلا، انا متفائله بالبرلمان، وانتم ما ترددوش الكلام السلبي. طب رساله اخيره حضرتك توجهها للمراه المصريه؟ أنا بحييها جدا وبعمل لها تعظيم السلام، لأنها عظيمة عظيمة بكل المقاييس، وإنها فعلا اللي خلت المجتمع المصري والسياسة المصريين يكتشفوا قيمة المرأة المصرية، سواء كانت بسيطة أو ما هي متوسطة مثقفة، لكن أثبتت وجودها وأثبتت إنها المدافع الأساسي على الدولة.